النهاردة أعتقد الساعة 10 هيبقى في ماتش مهم جدا، العاشرة بتوقيت القاهرة، المنتخب المصري في مواجهة تاريخية مع منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي. وعلى فكرة احنا للمرة الأولى من 60 سنة منتخبنا بيقترب من تحقيق ميدالية، إن شاء الله تبقى المباراة لصالح مصر. خلينا نتكلم شوية على منتخبنا. واضح ان المنتخب ده المنتخب الصغير، المنتخب الاولمبي، واضح ان في كفاءات جبارة في المنتخب ده، وفي لعيبة يمثلوا مستقبل مصر الحقيقي في الكورة. واضح كمان ان هما تيم وورك، وواضح ان هما متمرنين حلو، واضح ان هم حابين اللعب مع بعض، عشان كده محققين النتائج دي. بالنسبة لنا احنا النتائج دي مفاجأة، خلت المصريين كلهم يبتدوا يركزوا تركيز قوي وواضح وصريح على النهاردة الساعة 10، لان ده يعني ماتش. لو مصر كسبت فرنسا هتاخد الميدالية الذهبية في تاريخ مصر في الاولمبياد من 60 سنة. لو يعني احنا حلوين في الحالتين، لو ما كسبناش فرنسا فاحنا هنلعب على البرونزيه، وده برضو انجاز تاريخي في تاريخ كره القدم المصري في الاولمبياد. اذا اللي انا عايزه اقوله باختصار شديد جدا، الف مبروك للفريق ولمنتخبنا المصري قبل ما تلعب، لانك شرفت مصر، لانك اثبتت لنا او ريحتنا نفسيا ان في جيل تاني طالع جامد جدا وممكن يكسر الدنيا. لو المسؤولين واتحاد الكوره عرف يتعامل صح مع المواهب اللي موجوده، علشان دي مسؤوليه كبيره. سعادتي النهارده ان احنا عندنا فريق قوي يقدر يلاعب اي دوله اخرى، ظهر في وسط حالة من الضباب في عالم الرياضة بتاعتنا، ولكن كسب قلوب المصريين. بالتوفيق ليكم، أيا ما يكون النتيجة الماتش ده أو الماتش اللي بعديه، فأنت يا إما هتاخد ذهبية يا إما هتاخد برونزية، وده يكفينا جدا جدا جدا. شكرا للمنتخب المصري. فضية إن شاء الله. كل دعواتنا بتتجه من العاشرة لساعة 12 بإذن الله، نكثف الدعاء للمنتخب. اللقاء الأولمبي الوحيد في التاريخ اللي جمع بين مصر وفرنسا كان في دورة الألعاب الأولمبية سنة 84، وانتهى بفوز فرنسا. إن شاء الله مصر هي اللي تفوز النهاردة، أو يعني إن شاء الله يعني في كل الأحوال تقدم ماتش حلو جدا يليق بالكرة المصرية، يليق بالشعب المصري، يليق بفرحة مصرية وبفخر مصري. مشوار المنتخب في أولمبياد باريس كان ممتاز إلى حد كبير، اتعادلنا في الماتش الأول وبعد كده فزنا في المباراة الثانية، وفزنا على منتخب أسبانيا في المباراة الثالثة. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله تكتمل يعني الفرحة، يكتمل الزهو طبعا، وتكتمل الانتصارات وتتواصل. عندنا في حراسة المرمى حمزة علاء، وعندنا ناس مميزين جدا من نجومنا، يعني في حسام عبد المجيد مثلا من يعني فريق الاهلي والزمالك، في نجوم كتير، وفي احمد نبيل كوكا، وفي زيزو، وفي محمد شحاته، وفي النني، وفي محمود صابر، في يعني واسامه فيصل، وابراهيم عادل اللي هو نجم البطوله والمرشح لتحقيق لقب اعتقد من افضل الهدافين، ومن وطبعا النني زي ما قلنا من افضل المحترفين. المهم ان في مجموعه كتيبة مميزة وشباب مهم جدا. يا رب كل الدعوات، كل مصر، ما فيش أهل وزمالك، في مصر فقط، وفي دعاء، وإن شاء الله ربنا يسهل ونشوف ماتش حلو بإذن الله.